Hello guys, welcome to my vlog. As you can tell, هذا الفلوج اليوم الوطني وهذا الفت بنروح لما البوليفارد بنشوف فيلم أتوقع كوستي الثانية أو شيء زي كذا فيلم مصري و yeah, I will keep you updated guys. تستخدم بالسجن عملية دي تستاهل ولا لا تستاهل؟ حتى عشان يبقى معاك قرشين، عشان لو لقيت مراتك وابنك تعرف تدلعهم. ده لو لقيتهم السيجارة. هلو جايز، تونا رجعنا البيت. الصراحة الموفي 10 out of 10، حتى السويت كان حلو، وحتى لما قعدنا لقينا في عروض برضو على الدرينك. طبعا هذا ترولي تخلل اليوم الوطني، مرة كيوت صراحة، مرة حلو. شوف اللي لقيت شيبس بطعم الاندومي، سو ما قدرت اول، اصلا اول ما شفته رحت اركض اخذته، وهذا اللي لقيته سو قلت انه يلا واي نوت. بس اللي انصدمت منه ان الشيبس ب 25 ريال، صراحة تو اكسبنسيف. هذا البوب كورن حقي اخذناه ب15 مع العرض، صراحة مرة كول، يعني العروض مرة حلوة، لا تفوتونها. حتى لو اني بنزل هذا المقطع بعد اليوم الوطني بس لا تفوتونها. Hey guys, don't mind اني قاعدة بالارض، بس اني كنت صارت بغرفتي، بس قلت اني اسوي تيست معاكم. هذه الاشياء اللي اشتريتها من ترولي، طبعا اول شيء بغدوقه بطاطس الاندومي، شيبس الاندومي زي ما قلت لكم. انا قلت لكم انهم يعني شوي expensive، شوية 25 ريال، يعني مو زي البطاطس العادية. طيب ريحته اول شيء فيه من الاندومي الشيبس، بس مو مرة اندومي، فهمتوني؟ خلنا نشوف شكله، خل الذوق. أول ما أكلته كان بطاطس عادي، بعدين بديت أحس كذا بفليفرز كثير، حسيت إنه في طعم مرة كثير، بعدين بالنهاية طلع حار. خلو أكل شوية زيادة. ما ادري اذا انا كرهته ولا حبيته، بس اكيد ما حارجع اشتريه مره ثانيه، لان بالنسبه لي طعمه عادي، ديفينتلي مو طعم الاندومي اللي انا اكله، وسعره غالي. سو هذا يعني اوكي باكله، بس ما حاشتري مره ثانيه. حار شوي وانا الصراحه ما احب الحار، سو ما حاشتري مره ثانيه. Let's try Mr. Beast Chocolate. صراحة ما أدري ليه أخذته، حرفيا ما أدري ليه أخذته، بس لقيتها قدامي قلت يلا taste this. I feel weird without my nails، بس يلا استحملوني قريب إن شاء الله. أحب اللي يدققون على الديتيلز، كيف يفتحون أشياء زي كذا. It's giving luxury. طيب شوكليت عادي، شوكولاتة عادي، يعني ماكو شيء مميز. خل اتوقع هذا بالبينت باتر، سو خل اجرب اقول لكم. ما ادري ليه طعمه كذا، honestly guys طعمه غريب مره، ما ادري ليه، ممكن عشاني اكلت الشيبس قبله، بس الصراحة ما أدري وش فيه.
طعمه غريب بس انا عايشتمت انه عشاني اكلت شيبس قبله، والشيبس اصلا فيه بهارات مره كثير، بس ما ادري اعطي فرصه ثانيه ولا لا. انا اقول لا. لو جايز اليوم ديتوب فلوج اليوم الوطني. طبعا اليوم عندنا كلاس اريا اليوغا، فالحين انا بروح لما ووريكم. Hey guys, صراحة the best experience ever، مرة رهيب، حتى ما حسيت ضغط بجسمي أو شيء، مرة حلو، حسيت صدق فقراتي إذا تحركت من دون ضغط من دون ألم، definitely راح أرجع. And I take my espresso frap. والحين رجعنا البيت عشان نتجهز نطلع نحتفل باليوم الوطني مع الفاميليا. شوفوا guys كيوت، هنا يصير فيها صقور وكذا، والله صراحة مرة نايس. تخيلوا guys، كنت جالسة اتجهز احط ميك اب، اخذنا بريك عشان ناكل، طلبنا من هذا المطعم، تخيل جابوا لنا طبق زيادة زي كذا هدية كيوت. Hello guys، يلا I'm almost done، بس قبل لا اطلع قلت بوريكم. طبعا هذا التيشيرت اول يوم لبسته انا مسويته، بس بغيت اوريكم. شوف حسيت مع الجينز الاسود احلى من الوايت واش جينز، الاسود فت مرة. قولوا لي اذا تبغون التيشيرت احطه لكم او اهديكم اياه. Just let me know. شوفوا guys، وصلنا للاستراحة، صراحة ما اقدر اصورها لكم، شوفوا اصغر مسبح بالدنيا. يوم قلت لهم هذا المسبح قالوا لا هذه نافورة، شوفوا كيف، ترى ما اقدر ابين لكم قد ايش هو صغير، بس يعني I hope you can tell. فهمتوا؟ Hello guys، هذا الفت. طبعا احب اصدمكم، الفت less than 500، ترى البلوز شي ان والجينز شي ان والعباية من طيبة وريتلي ذاتس. والحين حنرجع للاستراحة اللي وريتكم اياها امس. شوفوا جايز الجبل من فوق مرة خطير، هذا الاستراحة هو فوق رهيب. Hey guys، اليوم الرابع، خلوني اوريكم ايش وصلتني طلبيات. طبعا الصراحة اني طلبت اشياء مرة كثير، بس مو كلها صورتها لكم. هذا من لافير، كان عليه خصومات والصراحة توصيلهم مرة بطل، وصل يعني بسرعة قياسية، يعني ليتلي امس طلبته المغرب واليوم وصل. Oh my god how cute، شوف كيف، ماي جاد مرة كيوت. أول مرة أجرب لافير، جربتها أمس مع وحدة بالاستراحة، وصراحة كان مرة كيوت، والباكجينج ينفع هدية، مرة كيوت مرة يواجه، حتى العروض حقتهم حلوة. هذا توقع تستر صغير، ما أدري إيش هذا. أو نفس أنا طلبت دير 7 AM، ينفع كذا صباحي، ريحتي ياسمين. هذا ينفع بالشنطة، خليه بالشنطة، كيوت مرة، كيف بستعملهم. هذا هو العطر اللي أنا طلبته، نشوف دير 7 كيوت، I'm so excited. اوكي طبعا الصراحة اليوم كان البلان
اني يعني اسوي لكم انبوكسنج للاشياء اللي جبتها، واخذكم بعد انشركاتي الفيصليه بحيث اني يعني يكون فوق برج كذا، في فعاليات نقدر نشوفها فوق البرج، فهمتوا؟ بس to be honest ما عاد لي خلق. فخلاص بس ابغى ارتاح اتجهز للدوام بكره واسوي لكم انبوكسنج. How cute you guys, how cute. طبعا ريحته ولا غلطة، خل شو خلنا نبخ ريحته مرة ياسمين، مرة صباحي، which is my favorite. وثاني شيء واهم شيء انا سويته الصراحة اللي هو هذا التيشيرت you guys، هذه التيشيرت انا مسويته و I'm so proud. الزبدة وكان في كثير انسبو انا مسويتها، بس هذا الوحيد اللي قبل يسوون لي اياه لان كان في حركات كثيرة. و I will tell you again and again if you want this t-shirt just let me know، لاني صراحة مرة عجبني ونفسي يعني كثير ناس يلبسونه لانه صدق مرة حلو عجبني. والشيء الثاني اللي هو عبايات اصايل، بحياتي ما حافوت عبايات اصايل صراحة، مرة كيوت. طلبت عبايتين بس صدق جالسة اغسلهم فما اقدر اوريكم اياها، بس طلبت عبايتين واصلا طلبتهم وانا متأكدة انهم بيوصلون كويسين لان دايما اصايل كويسة. وتخيلوا جت مع هذه التعليقة على طول، حطيتها بشنطتي طبعا، بس مرة كيوت. ثانك يو اصايل. والمحل اللي سوالي التيشيرت خلا اعطاني علم، قال لي يعني إنه نحتفل باليوم الوطني، وصراحة مرة كيوت، مرة كيوت. Oh that's it guys، هذا هو الفلوج. Hope you enjoy it. Don't forget to like, subscribe and share. شكرا مشاهدتكم. Oh yeah that's it. شكرا.